معاكم في رمضان؟ شنو اخلاقه معاكم انتوما؟ هل انه يكثر عليه تنرفيز ليه ولا هكا هكا كيما خلقه كيما خلقنا يعني احنا ساعات تقنا وتقاود على صابو يطلع معك اليوم تقى من هنا يطلع من كل تجي تحس بروك على اعصابك انت فهمتني هو زاد كيف كيف مسات يطلع معك يمشي مثلا يهبط يقول لك انسى ما خلصتكش ولا انت يقول لك هبطني لهنا تهبط قدام شي هبطني لهنا يبدي الناس كلها الاعصاب راه الوضع اللي نعيشوا فيه احنا تا الناس كلها الاعصاب ما ثمش حتى واحد مرتاح وكي رمضان كيف 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 ممكن رمضان ممكن رمضان اكثر شويه خاطر صايم وخدمه ورمضان والوقت وما ثمش برشا مواصلات تلقى الاعصاب اكثر من ما ثمش طرفه هكا ضحك صارت لك مع واحد يعني كنا ترايف تهبطوا خلف فليشتوا والوحده نتاع يا راجل الجزه نتاعك قال لي ما عندي حتى شيء يودي قلت له الساك والوحده ثريا وفليش قلت له نتاع شكون قال لي سامحني ولا سامحك حاجة عادية ناس موجودة ناس موجودة كي خدت وبيت كي تحل باب دارك تروح لدارك تخش دار الجيران والله التونسي سبونتاني والله أعرف كيفاش تاخذ العب وكهو كلمة الباهية تغلب الناس الكل شنو المواضيع علاش مش بدها مثال تونسي في رمضان معاك في وأنت في التاكسي على غير العادة معناها شنو يجبد معاك مواضيع الماتشات بتاع الكور ما فما الكوب دورة والله كلها على أعصابها وقارن كلها نفس المد أما تعرف كيفاش تاخذها كيفاش قارين نفس المد نفس المد الكل مزروب ونحب ناخذ الخبز ونحب ناخذ الجازوز وكل والسناني واقفني وخليني مش كمل بيا والمغرب يشدن علي كلها كيف كيف عمناول صارت لي طرفة مع معك اليوم هزيته من شارع خير الدين باشا دار فضل هزيته تلفزة كان يصلح فيها وصلته غادي قدام الدار وحط تلفزة من تالي خلصني لك هبطلع وانا في بالي بتلفزة اللي نساها قدمت تقريبا يجي 20 متر وضربت له كلاكسون طلع لي فوق قال لي خويا جبيك قلت له خلصني راك خلصني يا معلم قال لي بمرت لي مديت لك 10000 يا ولدي كان خلصني راني مشيت على روحي انا خويا هبط تعرف كشيك شو طالع وانا مش عطيوني تريحه قلت له معلم وسع بالك قلت له ما خلصنيش ونزيد كشيك شو طلعت ويحلك الباب وزك التلفزيون يا خويا قال لي يرحم والدي تعرف شنو هبط كون هبط له بالسماء الصباح خايب اكثر فهمتني مش كيما اخر الواحد ولا في وسط النهار لا ديما الصباح ما هو مازال كي قام هو سحر وقام جيعان وعطشان وكذا وعقاب العشيه كيفاه يبدا اللي حياته مربوطه بيك لازم تروح بالضبط يا معلم جيبني تحب وادخل من تحب ورتابه اي شنو رتابه انا رمضان ياثر في التونس بالطبيعه هاي برشا هاي برشا ياثر برشا فهمت صرتوك وقت القائلة ولا وقت الخروج تبدأ الدنيا سخونة كما كي تأثر عليه هي اللي نلقاه قبل المغرب كي بلحظات كي يقول لك يا ولدي هزني فهمت وصرتو مثال يبدأ مثال تبدأ ماهيش ديريكسيون بتاعك انت مثال توانا نسكو في شيرت حي الزهور يجي يقول لك هزني العوينة مثال دام يقول له انا قول لي ليه نشيك بالكهرباء توصل تخطيطها قول له انا مثال ما نجيبش انا نوصلك هكا وكي فهمت سبق مصلحته بدا سبق مصلحته عليك انت فهمت الصباح ما فماش كلام الصباح كلها ساكته وكلها كلها تصبح بصلي على النبي اما العشيه التونسي حبي ولي حبي يتحدث ويحبي يفضلك صحيح حكي التونسي معروف حكينا على الماكلة على الصف على الكوشة وغالية ورخيص هذيك هي نفس الحكاية ليش يتلكش عليكم كتاكسيستي لا ما عندوش حتى التاكسيات راهي بطبيعتها تتلكش هي راه هو يتلكش وعنا نتلكش وياسر نوليو